واو، قوية جداً. كانت هذه المدينة جميلة وهادئة حتى هاجمها وحش. بيو 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 بيو. واو، روبي العجيبة تطلق الليزر. قوية جدا، أريد أن أكون قوية مثل روبي العجيبة. تيركس أقوى. الأمور تحت السيطرة. رور. هاي عمر، أنا أحاول أن أسمع أبي. الأمور تحت السيطرة من جديد وكل ما... عمر، هنا، كونا لطيفين. لكن أبي، صوت عمر عالٍ. عمر، أيمكنك اللعب بهدوء؟ أوه، لكن صوت تيركس عالٍ. أريد أن أسمع عن روبي العجيبة. هذا ليس ممتعاً كاللعب بتيركس. رور رور. هيا تنفسا بعمق. هيا اجلس وحدا حين نصبر عند الغضب يرضى الله عنا. هل يمكنك أن تخفض صوت تيركس؟ هنا لا يمكنها سماعي. حسناً، لن أحدث ضجة. أحسنت صنعاً. الأمور تحت السيطرة من جديد، والفضل للبطلة الخارقة روبي العجيبة. تيركس أقوى بكثير. عم يم 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 يم. عم عم روبي العجيبة أقوى. هي تيركس. هاي، أعدها إلي. ها؟ مستحيل، إنها ضعيفة. روبي العجيبة هي الأقوى. بل تيركس هو الأقوى. رور. حقا، خذ هذا شعاع الليزر الأحمر. نار تيركس الحارقة. هي أنا. أستغفر الله العظيم. هيا تنفسا بعمق. عمر بدأ أولاً. هيا اجلس وحدا. هنا كسر التيركس. انكسر لأن روبي الأقوى. بل تقصدين تيركس. كفى، كلاكما مخطئ. ها؟ لأنني الأقوى. أتعلمان أن الأقوى هو من يكون أكثر صبراً حين يغضب؟ أكثر صبراً حين يغضب؟ لا تنفعل حين تغضب، الصبر عند الغضب يدل على القوة. يمكنني الغضب لأنكما تتشاجران، لكنني قررت أن أصبر، لأنني حين أصبر أصبح قوياً أيضاً. ها! واو! نريد أن نكون أقوياء مثلك. لكن أبي، ماذا نفعل؟ هيا اشربا واهدأ وتسامحا، هذا أفضل. لا تنفعل حين تغضب، الصبر عند الغضب يدل على القوة. أنا آسف هنا. وأنا أيضاً.
هيا! الأمور تحت السيطرة من جديد، والفضل للأبطال الخارقين الثلاثة الصبورين. الصبر عند الغضب يدل على القوة، الصبر عند الغضب يدل على القوة. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعلمون أن الشخص الأقوى هو من يمكنه السيطرة على غضبه؟ لذا لنصبر عند الغضب لنصبح أقوياء. الحمد لله. السلام عليكم، نحب أمي ونحب أبي. واو. ونحبكم يا أصدقائنا. ياي. نحن نحب الجميع. أو عمر وهنا، هيا العبوا معنا واحلموا معنا. واو مدهش. الحمد لله، سوف نمرح معا. أو عمر وهنا. ها؟ ما هذا الصوت؟ أمي، أبي، ماذا تفعلان؟ اسمع يا عمر وهنا، صوت الطبيعة خلقه الله. رائع، سبحان الله. في جميع أنحاء الكون تسبح المخلوقات وتعبر عن حمدها لله خالقها. الله إلهنا وليس كمثله شيء. احمد الله جميعا وسبحوا بحمده. مالح جدا. يم يم. ها؟ ما هذا الصوت؟ يم يم. أمي، أبي. ها؟ ما الذي يجري؟ هناك شيء بين الشجيرات. لا شيء هنا. لا شيء؟ لنستعد، يكاد يحين وقت المغرب. حسناً. ما هذا الصوت؟ عمر، هنا، لما لا نتحرى الأمر؟ ها؟ أنت تمزح. أنا خائفة. لا تخافا، أمكما وأبوكما هنا. انظرا يا عمر وهنا، الضفدع خلقه الله. ضفدع لطيف جدا. رائع، سبحان الله. واو. ها؟ ما هذا الصوت؟ لنتحرى الأمر.
ها؟ انظرا يا عمر وهنا، البومة خلقها الله. واو، إنها بومة. رائع، سبحان الله. لم يعد الصوت مخيفا. أها، بل هو جميل. الحمد لله. ها؟ ما هذا الصوت؟ ها؟ ها؟ أمي، أبي، أنا خائفة حقا. لا عليك، أمك وأبوك. واو، إنها لطيفة جدا. ها؟ واو، واو، تلك سناجب طائرة. أوه، عمر، هنا، أتريدان رؤية شيء آخر؟ ها؟ تعاليا معي. واو، سبحان الله. الله إلهنا وليس كمثله شيء. احمد الله جميعا وسبحوا بحمده. احمدوا الله جميعا وسبحوا بحمده. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون؟ حين تصدر الحيوانات أصواتاً فهي تسبح الله وتعبر عن حمدها له، لذا لا تخافوا من أصوات الحيوانات. الحمد لله. المحافظة على النظافة. أبي، سأتناول قطعة كعك. انتظري يا هنا، ماذا تفعلين قبل لمس الطعام؟ ماذا أفعل؟ اغسلي يديك. ماذا؟ نظفيهما. النظافة. النظافة؟ النظافة مهمة. يدك تلمساني كل شيء. سأساعدك. نظفيهما بالصابون. انظرا، نظفت يدي. هذا جيد. وهنا تعلمت النظافة. حافظ على النظافة. نظف دوما لنحمي صحتنا. أمي، أبي، انظرا إلى شاحنتي. ها؟ يو، إنها مغطاة بالوحل. ها؟ عمر، شاحنتك متسخة، فماذا نفعل؟ نغسلها. نغسلها. ماذا؟ كي نزيل الوحل. النظافة. النظافة. النظافة مهمة. شاحنتك مغطاة بالوحل. سأساعدك. نظفها بالصابون. انظرا، شاحنتي تلمع. هذا جيد. عمر، تعلمت النظافة. حافظ على النظافة. نظف دوما. النظافة من الإيمان. نحن متسخان، لنذهب ونستحم. حسناً، نستحم. نستحم بالماء والصابون. النظافة. النظافة مهمة يومياً. نستحم في حوض الاستحمام. نستحم بالماء والصابون. أمي، أبي، نحن نظيف.
الجيفان. هذا جيد. نعم، رائحتكما جميلة. حافظوا على النظافة. نظف دوما، النظافة من الإيمان. الحمد لله. حيوانات رائعة. يا أطفال، هذه صديقتي الآنسة آمي. السلام عليكم جميعا، أرحب بكم في مزرعتي. وعليك السلام آنسة آمي. لدينا حيوانات كثيرة في المزرعة وهي رائعة جدا. واو، أريد أن أراها كلها. هل نذهب لنرى تلك الحيوانات الرائعة؟ نعم آنسة آمي. تعالوا معي. ياي. الأحصنة رائعة، ثقالها قوية، قوية، سريعة حين تركض، سبحان الله. الأرانب لطيفة، آذانها طويلة، جميلة، سمعها حاد جدا، سبحان الله. الله أكبر، خالق كل شيء، الحمد لله على جميع نعمه. لا لا لا، واو، حيوانات لطيفة، لكن ما اسمها؟ حيوانات الألبكة. الألبكة؟ حيوانات الألبكة فراؤها ناعمة، ناعمة، نصنع منها الملابس، سبحان الله. حيوانات الماعز حليبها مفيد، لذيذ جدا، نبينا أحب، سبحان الله. الله أكبر، خالق كل شيء، الحمد لله على جميع نعمه، الحمد لله على جميع نعمه. لا، النجدة. المحافظة على النظافة. أبي، سأتناول قطعة كعك. انتظري يا هنا، ماذا تفعلين قبل لمس الطعام؟ ماذا أفعل؟ اغسلي يديك. ماذا؟ نظفيهما. النظافة. النظافة؟ النظافة مهمة، يدك تلمساني كل شيء. سأساعدك. نظفيهما بالصابون. انظرا، نظفت يدي. هذا جيد. وهنا تعلمت النظافة. حافظوا على النظافة. نظف دوما لنحمي صحتنا. أمي، أبي، انظرا إلى شاحنتي. ها؟ يو، إنها مغطاة بالوحل. ها؟ عمر، شاحنتك متسخة، فماذا نفعل؟ نغسلها. ماذا؟ كي نزيل الوحل. النظافة. النظافة. النظافة مهمة. شاحنتك مغطاة بالوحل. سأساعدك. نظفها بالصابون. انظرا، شاحنتي تلمع. هذا جيد. وعمر، تعلمت النظافة. حافظوا على النظافة. نظف دوما، النظافة من الإيمان. نحن متسخان، لنذهب ونستحم. حسنا، نستحم، نستحم بالماء والصابون. النظافة، النظافة مهمة يوميا. نستحم في حوض الاستحمام. نستحم بالماء والصابون. أمي، أبي، نحن نظيفان. هذا جيد. نعم، رائحتكما جميلة. حافظوا على النظافة. نظف دوما، النظافة من الإيمان. الحمد لله. السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي. واو. ونحبكم يا أصدقاء. أنا ياي. نحن نحب الجميع. عمر وهنا، هيا العبوا معنا واحلموا معنا. واو، مدهش. الحمد لله، سوف نمرح معا. كعكة الفاكهة هذه لي. أمي، أبي، ماذا تعدان؟
أمكما وأبوكما يعدان كعك الفاكهة. كعك الفاكهة لذيذة جدا، أحب كعكة الفاكهة. واو. أريد المساعدة. أوه، وأنا أيضا، وأنا أيضا. بالطبع، لنعدها معا. أنا أساعد أبي في إعداد الكعك. أنا أساعد أمي في إعداد الكعك. نحن نعد الكعك اليوم وسنعطيه للآخرين. ها؟ العطاء عمل صالح ينير يومنا. نعطيه للآخرين؟ لكن أنا أحب كعك الفاكهة. إن أعطيناه للآخرين لن يتبقى شيء لي. هنا، إعطاء كعكة الفاكهة التي تحبينها هو أفضل أنواع العطاء. أوه، حسناً. لا تقلقي، سأعد الكثير منها، وإن تبقى شيء يمكنك أكلها كلها. ياي، الحمد لله. سنأخذ الكعك إلى المسجد الليلة، حسناً؟ حسناً. أمي، في المسجد، يمكنني تناول كعكة الفاكهة صحيح؟ بالطبع عزيزتي. عمر، هنا. مرحباً يا أصدقاء. واو، رائحة طيبة، ما هذا؟ كعك الفاكهة. سنعطيها للآخرين، أتريدون؟ نعم، رجاءً. وأنا أيضاً. بالطبع، كعكة لكل منكم. رائع، رائع. شكراً لكما. هاي، انتظراني. ها؟ تفضل. ها؟ لم يقل شكراً حتى. نحن نعطي الآخرين، هذا عمل الخير. شكراً يا هنا وعمر من كل قلبي. نحن نعطيكم الكعك ليكن يومكم سعيداً. هيا جميعاً تناولوا الكعك اليوم. ها؟ أهذا كل ما تبقى؟ ها؟ أنت ثانيتان؟ لقد أخذت واحدة. هنا، أتذكرين ما قاله أبي؟ لكنه أخذ واحدة. هنا، أرجوك لا تكوني كذلك. حسناً. أحسنت أختي الصغيرة. أرأيت ذلك؟ لم يقل شكراً ثانية. الحمد لله، الجميع تناول كعكة الفاكهة. ياي، تبقى بعضاً منها لي. لا يمكنكما الإمساك به، لا يمكنكما. لا بأس، تبقت كعكة واحدة. لا، لن تأخذها، كعكة الفاكهة هذه لي. هنا، لا بأس يا هنا. لكن يا عمر، لقد أخذ اثنتين. هنا، أتذكرين ماذا قال أبي ثانية؟ إعطاء كعكة الفاكهة التي تحبينها هو أفضل أنواع العطاء. تفضل. أحسنت يا أختي الصغيرة.
مرحبا. هل هذه لي؟ واو، شكرا لك. أحب كعكة الفاكهة، لنأكلها معا. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء. هل تعلمون أننا حين نعطي أشياء نحبها فهذا هو أفضل أنواع العطاء. الحمد لله. اجمعوا النفاية. يم، إنها لذيذة. أوه، أكلت البوضة. هاي عمر، لا ترمي النفاية هكذا. لا ترمي النفاية، بل ضعها في سلة المهملة. أحسنت صنعاً، ولد مطيع يرضى الله عنا حين نكون نظيفين. هيا اجمعوا النفاية لتصبح الحديقة أجمل. النظافة من الإيمان، حافظوا عليها. هاي، توجد نفاية هنا. لا توجد سلة مهملات. لا مشكلة في ذلك، ضعيها هنا. أمي انظري، أنا أساعد. سنضع النفاية في الكيس. اجمعوها، اجمعوها وتخلصوا منها. وتخلصوا منها. يرضى الله عنا، الله عنا حين نكون نظيفين. هيا النظافة من الإيمان، الله يحب أن نكون نظيفين. النظافة سعادة، حافظوا على النظافة، حافظوا على النظافة. السلام عليكم. نحب اغسل يديك. اللهم صيبا نافعا، اللهم اجعلها أمطار خير وبركة. آمين. سأمسك بك يا ميمي. هاي، توقف المطر. ياي. أمي، أبي، سنلعب في الخارج. انتظرا لحظة. ها؟ ارتديا هذه أولاً. ها؟ حذاءين من المطاط وسترتي مطر؟ كي تحميكما من الاتساخ، فالله يحب النظافة. أوه، حسناً يا أمي. نشعر بالسعادة حين نلعب بعد المطر، لكن ابقى يا نظيفين. لدينا الكثير من التوت، نقطع
نقطفه نقطفه من الشجرة. عليكما غسله أولا. ها؟ لماذا أبي؟ لأن عليه جراثيم. ماذا؟ جراثيم؟ كان على الأرض، لذا فهو متسخ. الأشياء المتسخة عليها جراثيم ضارة، وقد تجعلكما تمرضان. نمرض؟ هذا يعني أنني لن أستطيع اللعب. لكن لا أرى أي جراثيم على التوت. أها، لنلقي نظرة عن قرب. سأجعلكما تمرضان تمرضان تمرضان. لا أريد أن أمرض. إن أردنا ألا نمرض، ماذا نفعل؟ نغسل أيدينا. أيدينا. نتخلص من الأوساخ لتبقى نظيفة. نظيفة. نظيفة جدا. نغسل التوت ونقضي على الأوساخ، وقبل الأكل نتخلص من الجراثيم. واو، إنه نظيف جدا. بالتأكيد الله يحب أن نكون نظيفين. الحمد لله، الفطيرة جاهزة. أوه، هيا نأكل. اغسلا أيديكما قبل الأكل، حسناً؟ حسناً. ها؟ ميمي؟ إيا. عمر، هنا، تعاليا لتأكلا. أنا قادم أبي. الفطيرة لذيذة أمي. ها؟ سأعطيك بعضا منه يا هنا. من الجيد تناول الفاكهة، فهي تجعلنا أصحاء. حين نكون أصحاء يمكننا اللعب. خذي يا هنا، تناولي المزيد. إنه الصباح هنا، لنذهب ونلعب. ها؟ ما بك يا هنا؟ أمي، أبي. عمر، هنا، ماذا يجري؟ حرارتها مرتفعة. هنا، ما الأمر؟ أتؤلمك معدتك؟ أي يؤلمك شيء آخر؟ حين أشعل. كيف مرضت يا ترى؟ الأشياء المتسخة عليها جراثيم ضارة، وقد تجعلكما تمرضان. لا! أمي، أبي، أنا آسف جداً، أنا تسببت بمرض هنا. ها؟ ناولتها بعض البطيخ لكنني لم أغسل يدي. لا عليك يا عمر، في المرة القادمة اغسل يديك. صحيح، كي لا نتسبب بمرض أحبائنا. حسناً، هنا، أنا آسف جداً، سأقطع وعداً. سأغسل يدي حين تتسخ، أغسلهما يومياً بالصابون وأقضي على الجراثيم. لنحافظ على نظافتنا ولنتخلص من الأوساخ حتى نبقى أصحاء. الحمد لله. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون؟ أنه عليكم الحفاظ على النظافة وغسل أيديكم كي لا تمرضوا. الله يحب ذلك أيضا. الحمد لله.
أشتاق إلى والدي. أمي، أبي، أمي، أبي، أشتاق إليكما كثيراً. صوفي، ما بك يا عزيزي؟ لا عليك، نحن إلى جانبك. أشتاق إلى أمي وأبي. صوفي حاول ألا تبكي. سنبقى بجانبك دوما وسنمنحك محبتنا. صوفي، كلما اشتقت إلى أمك وأبيك بإمكانك أن تدعو لهما. لكنني دعوت لهما، أهناك شيء آخر يمكنني فعله؟ شيء غير الدعاء. بإمكانك أن تدعو الله كي يزيد حسنات أمك وأبيك. ها؟ ماذا تقصدين بذلك يا خالتي؟ في كل مرة تقوم فيها بعمل صالح تنال الحسنات من الله. ثم يمكنك أن تدعو الله كي يمنح تلك الحسنات لوالديك. سأقوم بأعمال صالحة ثم سأدعو الله ليمنح كل الحسنات التي أنالها لأمي وأبي. هاي، يبدو الجو لطيفاً اليوم، لنذهب إلى الحديقة. ها؟ صوفي؟ صوفي؟ تفضل. أعمال صالحة وأمل أن يقبلها الله ويزيد من حسنات أمي وأبي. لطيف جدا، الحمد لله، أنت ولد صالح يا صوفي. اللهم امنح حسناتي لأمي وأبي، أشتاق إليهما كثيراً. خالتي، خالي، انظرا إلى البطة المسكينة. يا لك من مسكينة، دعيني أساعدك. ها؟ القمامة تملأ المكان. أعمال صالحة وأمل أن يقبلها الله ويزيد من حسنات أمي وأبي. لطيف جدا، الحمد لله، أنت ولد صالح يا صوفي. اللهم امنح حسناتي لأمي وأبي، أشتاق إليهما كثيراً. ما هذا الصوت؟ هاي، أنا قادم، أنا قادم. طائر صغير مسكين، سقطت من مكان مرتفع. لا بأس، لا تقلق، سأساعدك. صوفي، أتريد أن أساعدك؟ لا بأس خالي، أريد فعل ذلك بنفسي. سنبقى بجانبك دوما وسنمنحك محبتنا.
صوفي انظر، ساعدت الطائر الصغير، أترى؟ أعتقد أنك لطيف كأمك وأبيك. صحيح، أذكر أنهما كانا دائما يساعدان الآخرين. يساعدان الآخرين في كل الأحوال. أو حقا؟ شكرا لكما على اعتنائكما بي، أنا أحبكما كثيرا. خالتي، خالي، أعد بأن أكون طيباً معكما. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون؟ حين نعمل الصالحات ننال الحسنات، ويمكننا أن ندعو الله كي يمنح تلك الحسنات لوالدينا. الحمد لله. واو، ماذا تبعان؟ العصير اللذيذ. اشتروا عصير الفاكهة. واو، يبدو لذيذا. أهلا، ماذا تريد؟ أها، أريد عصير البطيخ. بالتأكيد، لحظة واحدة. تفضل سيدي. هذا ليس عصير بطيخ، إنها صلصة حارة. لعبة المجاري رائعة. لما لا نبيع عصير الفاكهة؟ لنفعل ذلك. لنبيع عصير الفاكهة. عصير لذيذ، اشتروا منا عصير الفاكهة. سينتشر الخبر. حسناً جميعاً، انظروا إلي وقولوا عصير لذيذ. عصير لذيذ. هاشتاغ عصير لذيذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ موسى، اشتري العصير اللذيذ. يبدو لذيذاً، أريد كأساً. بالطبع أستاذ. نضع بعض الثلج ونملأه بالعصير. إنه جاهز. إنه جاهز. شكراً أستاذ، على الرحب والسعة. من عثر عليها يأخذها. أستاذ موسى، انتظر. عمر، هنا، هذه ليست نقودنا، علينا إعادتها. علينا أن نكون أمناء حتى يبارك الله في رزقنا. بسم الله. سبحان الله، لذيذ جداً. علي نشر الخبر. اشتروا عصيرنا، سوف ينفد كي لا يفوتكم. اشتروه الآن، عصيرنا لذيذ. عمر، إناء النقود مملوء، أيمكنك وضعه في الكيس الأبيض؟ بالطبع يا أبي. أوه لا، سينفد العصير، ماذا سنفعل يا عمر؟ نضع بعض الثلج ونملأه بالعصير، إنه جاهز. آها، أعرف ماذا سأفعل. نضع بعض العصير ونملأه بالثلج، إنه جاهز. كلما بعنا عصيراً أكثر ربحنا مالاً كثيراً. ياي، اشتروا العصير اللذيذ. واو، ما هذا الصف؟ مرحباً عمر وهنا، ماذا يجري؟ مرحباً رافن، نحن نبيع العصير. إنه لذيذ جداً. أتريد كأساً؟ سأشتري كأساً. بالطبع، تفضل. ها؟ هل نفد؟ إن أردت المزيد عليك شراء كأس آخر. عصير فاكهة لذيذ، اشتروا العصير. نفد؟ لم يكن كثيرا. اشتروا العصير. عصير فاكهة لذيذ. هذا غير معقول. ها؟ ماذا يجري؟ هناك مشكلة؟ الكأس مملوء بالثلج. آسفون، سنستبدله بكأس آخر. آسفون، كأس آخر. عمر، هنا،
ما الذي حدث؟ وضعنا عصيراً أقل ومزيداً من الثلج لنجني مالاً أكثر بكثير. عمر، هنا، كونا أمينين في التجارة وكونا صديقين. ها؟ حتى تكسبا رزقاً حلالا. لا مشكلة في أن تربحا أكثر، لكن تذكرا أن تكونا أمينين. فكرا. نفكر؟ فيما ستشعران إن كان العصير قليلا أو طعمه سيء. فكرا. سنفكر في العصير الذي الذي سنبيعه إن كان لذيذا سيشتريه الجميع. فهمت، سأكون أميراً منذ الآن. وأنا أيضاً. كي يبارك الله في رزقنا. ها؟ ماذا؟ أين إناء النقود؟ ضاعت النقود. ها؟ لكنه كان هنا. هي، هذا ليس... عمر، هنا. ها؟ سأعيد لكما كيسكما. اعذراني، أخذت كيسكما بطريق الخطأ. ياي! شكرا جزيلا رابن. كم أنت أمين يا رابن. نعتذر يا رابن، لم نكن أمينين. قدمنا لك القليل من العصير. لا بأس، لا عليكما. تفضل، عصير على حسابنا. واو، شكرا لكما. حين نكون أمناء يبارك الله في حياتنا ورزقنا. الحمد لله. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون أنه علينا أن نكون أمناء في التجارة؟ الله يعلم الغيب ويرى كل شيء. إن كنا أمناء سيبارك الله حياتنا. الحمد لله. عمر، هنا، لن يكون لدينا ماء غدا، علينا ترشيد استهلاك الماء، فإن لم نفعل لن يبقى لدينا ماء. تخيل ماذا سيحدث لو لم يعد لدينا ماء. لا يمكننا الاستحمام ولا تنظيف أسناننا. ها؟ لا. إذن عليكما ترشيد استهلاك الماء كي لا ينفد. الله يحب الشاكرين. حين نرشد استهلاك الماء فإننا نعبر عن شكرنا لله على نعمه. والآن حان وقت النوم. تصبحين على خير يا أمي. عمر، ها؟ قالت أمي إن علينا ترشيد استهلاك المياه. لكن حينها لن نتمكن من اللعب هكذا. هاي. ها. ها؟ انقطع الماء. هنا، انقطع الماء. ها؟
أترين؟ لا يوجد ماء هنا، لا يوجد ماء. أمي أمي، قطع الماء. ها؟ ماذا سنفعل؟ لم أستحم ولم أنظف أسناني. لا تقلقا، احتفظت ببعض الماء. رشد استهلاك الماء كي لا يتفادى أبدا. استهلكوا ما تحتاجونه ثم أغلق الصنبور. ياي نحن نظيفان. ها؟ أها. أمي انظري إلينا، نجمع مياه الأمطار. حين نجمعها في دلاء سنستخدمها ثانية. هيا جميعا رشد استهلاك الماء لنكن شاكرين ونعم الله الرائعة. هاي عمر، أغلق الصنبور، أنت تسرف في الماء. أوه لا بأس، أمي احتفظت بالماء، مؤكد لدينا الكثير منه. أوه صحيح. عمر، هنا، تعالا لتأكلا. نحن قادمان. ها؟ ما الأمر يا عمر؟ ها؟ ها؟ لقد انقطع الماء. ماذا؟ انتظري، جمعنا ماء المطر صحيح؟ أوه نعم. ها؟ أين ماء المطر؟ استخدمته في غسل الملابس. ما الأمر؟ أمي ماذا سنفعل الآن؟ لا ماء لدينا لغسل أي شيء. كيف سنستحم؟ أمي ماذا سنفعل الآن؟ لا ماء لدينا لغسل أي شيء. سنغتسل. ماذا سنفعل؟ نفد ماء الصنبور والماء الذي احتفظنا به. أوه لا، لا نستطيع الاستحمام أو تنظيف أسناننا. ستصبح رائحتنا نتنة. عمر، ألم تستهلك الماء بحذر؟ آسف يا أمي، نسيت إغلاق الصنبور قبل النزول. وأنا أيضاً آسفة. ها؟ يبدو أنها شاحنة نقل الماء. ها؟ يمكننا أخذ بعض الماء من الشاحنة. ياي، الحمد لله. تذكرا، علينا ترشيد استهلاك الماء، إن الله يحب الشاكرين. إن شاء الله، سأقتصد في استهلاك الماء. وأنا أيضاً. واو واو واو. هيا نرشد استهلاك الماء ونعبر عن شكرنا لله على نعمه الكثيرة. هيا نرشد استهلاك الماء ونعبر عن شكرنا لله على نعمه الكثيرة. الحمد لله. السلام عليكم. هل تعلمون يا أصدقاء أنه إذا أسرفنا في الماء فإنه سوف ينفد؟ لذا علينا ترشيد استهلاك الماء. الله يحب ذلك. الحمد لله.